اليوم كان طويل جدا لدرجة طلعت الشمس وصباح. أخيرا خلصنا عمل، خلصنا فيديو، and oh my god أخيرا رواق، قهوة ساخنة، شمس، خلصنا عمل، يوم جديد. أعتقد كلها سعيد. ليه ما ألعب لعبة وتسلى شوي؟ سعيدة ذكرني ب يوتيوبر من قبل تقريبا 5 أو 6 أو 7 سنين. كنت توي بادي احاول نتعرف على رسامين عشان اشتغل على لعبه جديده على المحاك اللي قاعد اشتغل عليه. اند واحد من اخواني اقترح علي ان في رسامه من السعوديه من المنطقه الشرقيه اسمها ساره او سرور او سروز، ف عندها قناه يوتيوب. انا ما اتذكر القناه كانت عن اي شيء، اعتقد كانت عن اناناس او حاجه. سارة مهندسة ودرست في الجامعة، ولكن هواية الرسم وتشتغل على الانيميشن. والله ما أتذكر كم كان سبسكرايبر عنده، 50 60 758 ألف. كل هذا شان الناس؟ وش الحالة دي؟ الناس تقول أنا كمان أحب الدور. ما عليكم، قناته مش فقط عن الناس، فيها أمور عن طموحها، عن أمور حصلت لها، عن ثقافاتنا، عن اللهجات، عن يوتيوبر ثانيين، عن أمور تحبها، عن الرسم. وواحدة من السنين تقريبا قبل 3 سنين أعلنت إن هي وأخوها قاموا يشتغلون على لعبة. فالحقيقة لحد الآن ما جربتها، وما دام إني بدي ألعب لعبة عربية اليوم، فخلينا نبحث عن الجيم. ليه لا؟ خلينا نروح للستور نكتب سرور. لا سروز اسمه غريب. لا خلينا نتأكد من سبلينج زي. خلينا نسأل سروز. يدبوا علينا يعني. من قبل 3 سنين في اللعبة خلصت، نزلوا التريلر، نزلوا كل شيء. وين اللعبة؟ تعرف خلني أبحث في جوجل. أوكي لعبة لعبة سيرورز. جوجل بلاي وش هو ده؟ كبيت على جزء أخرى كيف يعني؟ ليه الكمبيوتر ما يشتغل؟ شو ده؟ اندرويد؟ وش هو الاندرويد؟ نكتب what is android؟ تلفون؟ تلفون؟ هي لعبة؟ أو لحظة؟ هي انزين زين زين. المشكلة انا ما احب العب العاب الجوال، لان الجوال يعتمد على اللمس، وخصيصا العاب بلاتفورم، وكثير من الالعاب البازل بلاتفورم عليه ويمبال اكشن ما تعجبني. لان واحدة من اكبر المشاكل ان لما احاول اني امسك الجوال يعني المكان اللي ماسك فيه يلمس في الشاشة، فما اعرف العبها. فعندنا حل ان ننزل اللعبة على ايموليتر. فنزلتها ريدي بس ما عمري جربته، فبسم الله نشغل الجيم ونجرب. اوكي ما راضي القطة بالفول سكرين الجيم، ما ادري ليش الصوت مرة عالي. فسوز ما ادري كيف التحكم بيكون، هل هو بالكيبورد والماوس؟ But we'll see. الغريبة ان ما عرفت وش هو ده. What's going on? Are you sure what? Yes. No. Are you sure what?
انا ما ادري ايش صار الحين. الديسك هيكون له حفظ by soul game coder. What just happened? I don't know what's going on. Okay. فمو هذا option الترس وش يصير لو اللاعب يبي يسمع أصوات بس ما يبي يسمع موسيقى، أو يبي يطفي الموسيقى والجوال الزر الصوت مو شغال مثلا؟ فالأفضل أولا الأوبشن يكون واضح مو مكتوب هنا وش القصة. ثانيا يعني ما في خيار للصوت والموسيقى، فهذا شيئين يعني. خلينا أحاول أشوف إذا في السكين يمدينا أعمله ولا لا الحين. نو السكرين، لأن بينك ما عجبني كيف الديسكتوب طالع كده وعكسه وغاب، بس حمل الوضع هقدر أعمله في السكرين زي كده. أوكي بس نخفي وجهنا يعني أو نصغر ونحطه في الشمال وصمعين. ف أوكي let's take a look. طبعا رسومات من سارة واسمها مرة مميز. كيف اعمل فصل 11F؟ اوكي thank you. فالغريبة ان القصة موجودة عندهم في الفيديو الحقة في اليوتيوب بس مش مكتوبة هنا، ولكن في اسلوب انك تقدر تعمل فيديو جيم قصص للناس اللي ما يقدر يقرأوا لصغار السن، فتستخدم التعابير and the evil guy. ما نعم ان سارة موجودة او سرورز موجودة، هذا يعني بسام اخوها زيد evil guy. فال evil shadow guy or girl I don't know سرق شيء، سرق اللون في الفرشاة I don't know. ف يس جوال اوكي تقدر تتحكم بالكيبورد. ثانك يو لورد. ميوزك اقدر اسمع، ما اعتقد انه جوال. تكتوريال تقريبا، يا اعتقد تكتوريال يقول لي في دبل جام. في دبل جام اوكي that was easy. ممتاز. العاب اللي تعتمد على السكيل تحتاج ان تعمل شيء تقنع اللاعب انه يحاول يحصل 3 نجوم. هل بالي 15 ثانية عشان نوصل 3 نجوم؟ ريلي ولا عدد النجوم الموجودة في الشابتة وشو ذا الحين؟ اجين يعني this is a lot of work. لا تستهينوا بالشيء ده it's a lot of work. بس مش واضح هنا وش ال 32 وش ال 15، يعرف هم رموز الالعاب العادة اللي فيها بازل وفيها بلاتفورم يقراوك النجمة واحدة مثلا اذا اخذت اكثر من 4 دقائق، يمباك تاخذ دقيقتين عشان نجمتين ويمباك نص دقيقة عشان تاخذ النجوم، يعني يقراوك كيف بالضبط. فهنا ما ادري بالضبط وش القصة، فخلينا نحاول نروح اسرع. ما نطب نبي ناخذ 3 نجوم. وش سالفة النجمة دي؟ علامة نص؟ ليش انا راح للسبورة والكانفاس؟ I have no idea. Look at that and cool cool she give you a reward إذا you played better. وش صار في الخلفية؟ شيبسات نفس الستايل دول الأول، بس شيء متوقع انه لما تلعب العاب مراحل زي كده لو تلاحظ المرحلة كلها تركب في الشاشة ما فيها سكرول يمين ولا يسار. طبعا لان هي لعبة جوال مش متوقع منك ان تستخدم اي شيء غير التحكم البسيط اللي في الشاشة اللي كله باللمس، يعني ما متوقع ان تقص انتر او اف او شيفت. ويت ما في يمين يسار. خلينا نحاول جديد. The music is nice. التحكم is nice. And look at that. I'm impatient. Uh,
زي ما قلت التجربة على الجوال او عرف شيء جديد، شيئين جديدين، عندك شيء يقتلك وبلوكس يتحركون. اوكي نايس. عندي نظارة شمسية المفروض اجيبها هيك كل ما اخذ ثلاث نجوم البسها كذا. يعني لاني قاعد العب على الايميليتر ما اقدر اقول تحكم زين لان لعبت على الجوال، جربت قبل ما اعمل ذا الفيديو في الحقيقه، اند تحكم رفع ضغطي تو بي اونست مو بسبه التحكم سيء في الجيم. واو I was that bad. اوكي okay. انما زي ما قلت لما تمسك الجوال من الحافه بسهوله انه ياخذك انك تبى تعص فوق، فما تقدر تتحرك. لما تتحرك بعض الاحيان هي تتحرك بس انا ما بتحرك، and لعبه بريسيشن زي كذا لايك نو. اذا بلعب العب على الجوال بلعب لعبه turn base مش لعبه تحتاج بريسيشن زي كذا. احتمال ينبالي 10 ثواني عشان اخذ ثلاثة نجوم، بس هاي 10 ثواني بالضبط الله اعلم. اقدر اجيبه يا ما ممكن احاول اسوي شيء زي كذا بالجوال، ما في امل. يعني ممكن اجيبه. او يعني القوش مهمه في العلامات. اوكي الاهم من الوقت ولا لا؟ فاسئله كثيره. وهنا في ميكانيك جديد ان الشخصيه ممكن تطلع برا الشاشه، ميكانيك نادرا ما اشوفه، مثير للاهتمام لانك بطريقه دي تقدر تعمل تيكت ريوردز. يا ترى لو اخلص عدة مراحل بيظهر تيم جديد. فيمديني انا متبروح للدول اللي بعده because I wanted to. يعني ما بالفيديو يكون ثلاث ساعات طولك. فيا يا يا هنا ما ادري كيف التقييم، كم القوش تعطي، كم النجوم. او هوب اف اتس كلير، ويش اف ات واز كلير. هذا الدور اللي علقت فيه في الجوال في الحقيقه لاني ما قدرت اني انط النقطه دي. انا اشوف نقدر نخلصها بالكيبورد ولا لا. اوش اوكي 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 اوكي. A lot of small details make the game fun. الانيميشن البسيط بس موجود. الشخصية لما توقف ايدل ما توقف صورة ثابتة. التأثيرات الصوتية. النقطات اللي ترفع الضغط. يعني all of the details, all of these details. في ناس يعني تفكر اوه اللعبة صعبة يعني سيئة، بالعكس اللعبة لما تكون صعبة بس ممكنة الانسان بيحس بسعادة اكثر او بفخر اكثر على حسب الطريقة اللي تشوفها لما يقدر يخلصها. ما اعتقد يمديني ده. لو النط بالسبيس يمكن تكون شوية سهل، لأن أجين اللعبة ميمسخم ماما على الكيبورد، فيمدي في الإيميليتر أغير خلي النط بالسبيس لو أحس فيها. اللعبة ميمسخم ماما أصلا على الكيبورد عشان أقول أول مفروض بالسبيس، يعني لأن عادة ألعب بازل أو ألعب بلاتفورم
النوت دائما وابدا اقول لكم النوت بسبيس اوبزر ثاني مش فوق، فقط العاب القتال المفروض يكون النوت بزر فوق، ما بغينا. زين فا almost there. لا اعتقد جبته، لا 26 25 توقع جبته بس نوب نو بروبلم. انا ما نلعب جيد اصلا بس احس انه تو ماتش عشان اجيب 3 نجوم على الجوال. But again اوه تامي كان الجديد جميل جدا I love it. اي اكتبكت اكتبكت فكرت انه بتكون في حفر ولا لا بس نوب كان سهل. But good. أنا انبكتت على كاك شوي، كاك مؤقتا. Okay. على الأقل النهاية عويني مكانها. Nope. That's a little bit too much. Don't you think? So, are you happy now? No. Ah. Whatever. Now she's happy. So yeah. تبغون نلعب زيادة؟ أقدر أكمل فيديو أعمل فيديو ثاني ولكن يعني خلينا نفكر شوي. خلينا أطلع للمين مينيو خلينا نشوف. She doesn't know. والله بدي لو أكمل زيادة هي أشوف بس وش هذا؟ أوكي أكيد خلصوا اللعبة. Oh boy. There's a lot in the game. There's a lot. إذا هذا اللي فهمت إنه يكفي خلص اللعبة. Boy. 20 مرحلة. ما خلص حتى تقريبا أكثر من نص بشوي من أول مربع. 2 3 4 5 6. يعني في يعني في مين دور في اللعبة. That's a lot of game for free. And وش هو الشخصيات تفتحهم keyboard. That's a secret. ما يمدي اضغط عليهم لازم افتحهم اول. Interesting. اشياء تنفتح. فيا وش الاشياء اللي الكويسة باللعبة؟ خلينا نبدا بالاشياء الميلة كويسة. الاوبشنز ما كان كويس، ما كان واضح، اعتقد حذف بس شعار جانتلت وديسك و وش يصير لو انا ما اتابع تلفزيون؟ وش يصير لو انا ما عرفت الشيء المشهور في كل مكان؟ وش يصير؟ انا عارف ان هذا ريفرنس جوك وريفرنس ستاف بس مو الجميع يدور وش معاني ريفرنس. وش يصير لو بعد 50 سنة جاء واحد فتح الاوبشن ما عمره صعب الفيلم ده او بالشخصية دي او whatever. ما يعني المفروض خيارات تكون واضحة. حتى لما تقص على الديسك يقول لك are you sure what like what is that. فانا اتوقع حد. فلو ارجع للجيم اريد الحين خلصت كم من مرحلة انا اقص يس خليني اشوف المراحل. Loading. No problem. الرسومات جميلة جدا. هذا شيء شد عليه. Very good stuff. Yeah, فيديو البداية. طبعا ما في حبة اسكيب على الجوال. مين هذه؟ ما حتى عرفت بالشخصيات يعني انا ما ادري عن ال ما ادري عن سرور عن قناته من زمان ما شاهد فيديوهاته. كنت شاهد لما كنت راعي رسامين لاول مشاريع الي. And we're back. يب فحذف البيانات الحفظ المفروض يكون واضح، ما المفروض يكون لغز او رفز او جوك، المفروض شيء ملابيني المفروض يكون واضح. فهذه اكبر نقطة انا اشوفها سيئة.
بس ستيل اتوقع معظم الناس يعني يقول 90% 95% يلعبون جيمز يعرفونها يعرفون الثيم الحاجة ما بيغلطوا الغلط ده. بس انا بنفسي ما ادري شو ده اصلا يعني يعني صار شيء كان تكهن. الميوزك مناسب بس العاب بزل زي كده زي بابل بابل او زي ادفنتشر اوف لولو مهما كان جودة الموسيقى ده اللعبة طويلة الواحد يلعب فترة طويلة بتغص حياته خصيصا ان ما في خيار ان تطفي الموسيقى. فما ادري هل بعد ما تخلص 20 مرحلة تتغير الموسيقى ولا لا اتمنى لان الواحد يملي اذا كان نفس الميوزك. ف اذا كان كل شابتر ميوزك ممكن ده شيء يتعدل يعني بيكون افضل يعني. فما ادري يمكن لما اقدر اعمل بحث اشوف ناس خلص الجيم اشوف اذا في ميوزك ولا تعاقب زين بس جواد مراحل كثيرة يعني وميكانيك تعرف كتقييم كل دورين او ثلاثة ميكانيك جديد شيء جميل جدا خصوصا الألعاب زي كده تحتاج ان اللاعب ما يمل فيها فيها تحدي يمديك تخلص الدور بأسوأ ما يمكن او تاخذ وقتك او انك تحاول تضرب ثلاثة نجوم. اللهم احس انه مش موجود الصعوبة في ادوار ما قدر تاخذ فيها ثلاثة نجوم وفي ادوار باول محاولة ثلاثة نجوم ولكن ده الشيء بعد يحتاج وقت في تعديله ما يجي اعتباطا يعني ده الشيء واحد من الاكثر الاشياء اللي يحتاج للمصمم ياخذ وقته ياخذ فيدباك وياخذ مختبرين ثانيين لانه يمكن يختبره هو ويشوف ان ده الادوار كلها نفس الصعوبه بس لما يختبر الناس اكثر من الاختبار يقدر يشوف ان اللعبه موزونه او لا. يمكن انا بعد ما اعرف الالعاب دي بعد الشيء بعد يفرق اكثر واكثر يعني الالعاب اللعبة واضح ان فيها اشياء جانبية زي الكيبورد شخصيات جانبية يعني تعطيك دافع ان تحاول تعرف ايش دوره. واللعبة مجانية لو اللعبة بفلوس كان دفعت عليها 10 ريال 5 ريال 20 ريال ما عندي مانع لان الشيء مرة متعب عليه رسومات موسيقى تحكم very good game سرور give it a try جربوها. شكرا للمتابعة ونشوفكم في اللعبة القادمة.